إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات وفي الأفعال وفي الصفات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم أن نلقاه، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، والله تبارك وتعالى قرن القرآن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات. من ديس دي الآية يا قريش قولني ويبقذن أبدين جاي فسن سيدة ربي يبين ساخ مغيب قبالي سيدة ربي العالمين جارز ذكي سيدة بقد تودي أفي شغل شاني غذي رهاني كيني راجر شذي والدور الفيلان كوري جنزين غذي مرقا غاك سيدة ربي غان خميغان تنتا أم خميغان ثنين ذوم جزم شاك سبحان الله يخدينا شو اني غيب قدن هاني اللي غيب قبالي سيدة ربي العالمين ينهى يخفو النس مضلات الهوى وشهوات الغي بلا ينهى يخفو النس فيني جهدن فيني ذن غي جارن زقوانزا فيني وموان زمة فيني خان غي غلبن فيني ذن غي تعرن دي الشساف شيري قنوني غخمي قنوني جنزرو ما راف غلب الخاسنت دي المواقف المتنوعة إنش ما راف إذا فتاب دي النهاري غاش بدي القبالي سيدة ربي غلب الخسين إذا نغي نقنا مني إنش وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونتات قترجى في الجنة بإذن الله. يا رب من يعني الشغلة خاف مقام ربه يقذ نهار نذي غي مرقك سيدة ربي العالمين فأمسي ورشوية تخطي قذايا نهارا الخوف هو ما مين يعني ما رزق سيخك نواجج أتف من الخوف صفة يا سبحان يشنان وتيرة وذي التيرية طبعا تيري ذي المؤمنين الصالحين نغلا ويتقذنا ربي وذي تقذن ويتقول تقول انت اني واثي السنن ني غير اني واثي تريجين ني غير اني واثي شقير. لا طبعا الخوف صفايا قتل جليلة عظيمة كريمة قتل المؤمنين الصالحين الصادقين كذلك وذي جاء قتل جيني ادان قانس ولي الله قتل الاخلاق نسنين وني ادان ولي الله قتل ذايس يتاجي شي مرة يتقدي الديس ولكن وادي قبر يودان لا هون غي خمن وشافيت وراي تاجي جي لا انت ولي الله الاخلاق النقاين تزايس ولكن انت جارس ضعب بي النسوها انت ضعب بي ياقبني شخو النظر انت يسن سيدة ربي اذ ورس الولي ربي ياقبس وعد اسم يتقد مالا. اذا المهم ان الخوف ونتاد سن مني في ذا يوذان سبدان الزاسيج والنغنية من خصوصا غاف مسرايين يوعاد اسيني وي وش قوات تقدر سيدة ربي ني غسيني هي وقل سيدة ربي قبري ذا نير كبري ذا نير كم سريكتا ما غوات تقول سيدة ربي ما غا وما يمي لانه يترعى لي سوين الايمان نير سوين الصلاح من يسي قارا ورا اما ما ريق بعد زي سريان يسني سيلا واي سين سيدة ربي واسني دي تخا بس يلي وقل سيدة ربي يجن زنديقني يجن واي سين سيدة ربي يزغليني تقولين التوان يسين وانا يسي الزوقع لا اله الا الله. كذلك في الصفات هنا بلاد مريت تقول سيدة ربي من تعنا ايش العلامة زي العلامات الايمان ايش الدليل ايش الدلالة بان الانسان ما لفت والدي تقول سيدة ربي العالمين ومقاني تقول سيدة ربي يعني واي تعدي واي سخارق واي تقسي مسرين يساقوذن واي تقسي في مسرين يوعان نعم يتقول العلامة يا سيني فران لا واي زعمة ذي قم ولا ما غا يوقع ذي شوي انت يقول سيدة ربي اذا انت يقول دليل على انه قليل الايمان
ما لا يتقد بنات لا يزني الطمغة كي تقول سي ربي هي قليلني شوية الإيمان يا ربي كان غني مار كيني شي تقول لنا سي ربي بالغيبي ونعم نعم كذلك انت الخوف اخن السواد باش هذه يقلي بدون المجايفة سن سي ربي هني العلامة بأن الإنسان أقاد صغوره بأنه قيجوا غاصي ربي خمس هني بالدساس ما لا تقدر لا كثير قدر سي ربي أقدرين اليقين أقدرين صغوره بأنه نعم ولا بد أن يفقد سي ربي ولا بد أن يسقسى قيس حاج نيودا وغاس اليقين وغاس اليد وتعريم تمام من غز الناس يجن لا وسار نص مغاثا حاور شوي حاور مغاث كذا وما يبقى موح اما ما تقول سي ربي يعطيني من داس ينا الناس وروح شحروا في الصوت ديني تغنسي نسيت حارويش الناس روح جمع دي حارويش في الصوت غالا خير زعما احمد يا حاق واش يشقي شاق عويس واني تغسل اليقين تغنسي نسيت دير حراج ديك الشوظن لا اله الا الله نغسي ربتي السيغ غادي صوت شوي ما ناوية وما العقل وما الايمان وما الاسلام وما العقيدة ثاني ثاني غير يعناوية لا اله الا الله ايها المسلمون اذا الخوف هو واذا يدى قد المؤمنين قد اولياء الله الصالحين يتوحسب العلامة زي العلامة الايمان كذلك هذا الاساس من اساس اليقين واذا في قصد ربي تخزى واذا في جاي قد الملائكة بيش خسنين لا الناس يخافون ربهم من فوقهم شوف يخافون ربهم وقدنا ربي نسن سن جنس ربي قد سن جنس ودي قد سن جنس قطلاس الخوة عروان خجيمة سبحانه ثانية العلو ربي العلي الأعلى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون تقدنا ربي نسن دي سن يتخمان يتوارثن ياجب خسن تقل مرة من دي سنين واخذنا غيتيش الخباطي ربي أخ الملائكة نعم ولهذا ايها المسلمون والنيت بقدن سيدة ربي ذايس العلامة يا هذه السن صغور وغذي بشارة في البشارة لسنيني بانه قدين الايمان الحمد لله ما دام قدين الايمان قد مسارة سيشنا وامان الايمان واتتنسي وات اما الايمان وخستعدي تنسي خباب النس ما دام قدين الايمان لابد الله تبارك وتعالى في رحم لابد الحمد لله من دسني جاي اسباب الناس من غزة من دسني السوجد السوجد سني وش سني عاهد بانه نذني ما لو قذنت صحيح قذنت دي اماكن مشات دي الحركات دي العمل نسن دي الحياة نسن قد غاسل دي الباب تقذنت هذا سني وش من عماس وصري من دسني قصيدة رب العالمين ولمن خاف مقام ربه جنتان وني غا يقذن أبدي النس جاي فاسم سيدة ربي غا اثنين جنة اثنين ودي يشتوها اثنين المفسرون منا انك يشتري يشتريها يشتري الدنيا يشتري الأخيرة ما مش قد اثنين الدنيا انك اوخا ودي اثنين الدنيا قانتي ونعم قاسي التصي قروان التصي المال التصي لا قانتي السعادة لان الجنة من دي تصبحت من المقت سعيد فكذا خني منا المفسرون انش وني وايد دين سعيد للايمان للاسلام للعمل السلوك نسك سيدة ربي في الدنيا ويضيف الجنة الدنيا اذا ما روا يضيف الجنة الدنيا ويضيف لتني الاخيرة ولمن خاف مقام ربه جنتان امين ان سيدة ربي ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير مغفرة واجر كبير وني لا يقول ان سيدة ربي ذي الغيب لا جالس ذاكيس هذا سيسمح لي الذنوب نص مرة هذا سيشمل عمص ويزرين رجع كيف قدن سيدة ربي غاص حضارتين وهملة قولني تدغي السحضان ذي الملمات ذي المواقف ما نيتيري مسغين ابن الم اي ما تاريد الخباني اقول سيدة ربي ما ريفرينا يخشع سنة إلى قدين الإيمان قدين تقدم الآية أقلاب ودف أثير قف من دسين الناس ذا بين الذين يخشون ربهم في الغيب لهم مغفرة وأجر كبير
إن نصير رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه رضيا ما توري لي أرضا سيدا ورضوان الله أكبر تازي من ذلك غوش مرة أرض أرض ما لا أرض أخك سيدا رب العالمين خارج دي الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه يومي يوني يقذن سيدا رب العالمين يا المسلمون الكرام ما عليك السن بنادم شحال أولا والله ما نمشي في قلق سيدا رب نسي كين دجاري الخوف إذا قذن سيدا رب يقصر خيرا رجاء يقصر خيرا رجاء قيت رجاين إن شاء الله يا رب يكشن الخوف يا رب اللهم قنا صالحون اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاد يا رب يكشن غشن بقذ بيرحظا بالغيب من من جاء استحضار عظما نعم كذلك ان يجن الحديث قالت مار المرشدون العلماء سنتي وذين سبعة وذين يوم القيامة ذيرين ديثيرين صدار بيخمي غتفذ والو ذيرين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ها إنك سبعة أذيرين ديثيرين سيدة ربي ودي ذي آيازنوها ذي آيازن تمغارين أذيرين ديثيرين سيدة ربي سبعة ماركة في نيوذان ودي سبعة نيوذان سبعة ماركة تا سيدة ربي يجب ماركة الزيزر مين يعني يمزوا إنك الجندر قاضي إذن يغذر الرئيس الدولة يغذر الوزير يغذر باب انت الداف يمكنون نشاكيهم إمام عادل إمام ومقان إمام انت جد خيفي كماني ما يبدا بخفيف والنية ما ني خسيري انت يجا خزان دغاسية ثباب ممشاني ذي يجا قانا ساقهم خفيف هو ما ريجا الحق هاري كمرس قمشاني ارسنين مقرع يجا ذيني الحق واني تتذيري ثيرين صدار في العالم امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله يجن الشاب لم زيان اذ قمد يمغانطي يسن صدار بي عبدين هفنين يا جسد ورجل تعلق قلبه بالمساجد والثلاثة يجمعوا يز ورنسي قنغى المساجد ماني ما يدير تسقسي قاسم ما يدير المسجد ماني فاسود خاص ما يدير في القد المسجد ماني يدير في الدافع بدا غاس المسجد بزدي نبدا ازدي في الناس قيت روش رئيس المسجد تعلق قلبه بالمساجد اظنه بغا فنين نغرق فنين خمس سوار من تعنا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه انك جمار يزني غجل الله فمغاد يفين صادي سيدا ربي واي اخمي ذي غج بندر خمي غصواغ كفاسن سيدا ربي ما كذي غث النساء انتين يموت التوين نص شوات تسمتو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يوم غنيت دعته امرأة ذات حسب وجاه فقال إني أخاف الله اسمه عايز فعجبا سيجن تمغاث نغفى مغاث عجبا سيجن معايز الناس يلا هنقل الجريمة يلا هنقل المعصية الناس وهي وبعدها يبقى صيدة ربي ودي حين يا محمد السرت مغاث إني غحمة سيسر حد النيض إن يا مو ياقي الناس سيدة ربي ومثينا إن سب جاي حيذي حرام نغف الناس مغاه نغف جاير وحاوبر إذن يشتغر حرام رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب ذات حسب وجمال الناس بعد يقول الله تبارك وتعالى نعم هنا سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله نغ إجمار ينفق صدقة وشي سقى يخفات يضاري أنفق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت فأخفاها صدقة فتصدق بصدقة فأخفاها هي قال الحديث حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله نعم وذي الجنز سبعاني نغ اثنين يايزن نغ اثنين تمغارين نغ اثنين الشباب نصحوا بنخصيد ربي رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه هنا غبيرين يوم القيامة ذثيرين سيدة رب العالمين ولكن من زيس نغان حسين الشين آيزني إذان سيدة رب غا وحبس وحبس غا جرز ذكي سيشو أنت تتطوين سيدة طوين يقول سيدة رب نغن نوم إثرة غا ثمغات نيث الناس كارا نقل جاري ما ينس وي وبعد يقول سيدة رب ذا تقذى من الخشوع يا حباب ذا باب الناس أقف زي المؤمنين إذن أثومت تقذى من تحنها
ما قاديش الدرجه نغلا مره ويخصنا غافيه وضا غافيه و مره ويخصنا يقول سي عبد الله شاف يقول وا نعم وني خسر ما جا ما لا يخصني من يني خسن انهم يشرب بالاورنسنس الايمان انهم يعمر ربي العقل نسنس الايمان انهم يكشف سيد ربي تقوى الله سبحانه وتعالى اني تسلحان سيد ربي تسلحان زي سفني زاخ المعصية اني خسن تقن الطاعة اني غارب سواء نخفن سن دي المعصية ولا نخفن سن اسبدن في الحين ما رفكانتني وذين رفكاني الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مؤمنون صادقون إن يغدى الإيمان الحقيقي خصنا من خلق سيدي ربي غير هذا الفندشان الموضوع ويحرز عفان أسيني أنتو رجاء سيدي ربي تسريت ولا من تقيم تذكروا فإذا هم مبصرون تولى نخفن سنة لذي المعصية تولى نخفن سنة لذي ربي تورثن إلى يزريثن إلى قذن الملائكة إلى قسجن محضرني إلى قسنن شغرني من يعنى ياك بنخس وشي مقدانة شحقاس درجة شحقاس عذاب شحقاس عقاب شيري بالدن والنغا يجينا أمو شوفها ثوما مرابنا ذم إجن زينه نجينا ذي تسران ذي عيزن نغطي مغارين وشا ذي سن خاران الصفات من عنان تني تسري من خسوعات ذكر الله خاليا ففاضت عيناه نغلا سيدي نعم إجن دعته امرأة ذات حسب وجمال الناس إن يخاف الله والنظنت يخزى يتورس إذا بيترقى بسبب نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن غمار الناس للعالمين بأنه يوم القيامة عند الشفاعة الكبرى خمين غايب ذا نادي السفق النبي صلى الله عليه وسلم يوذا نزيث مسي الله يحفظنا وإياكم تاني من دس غين سيد ربي أسيني أخرج من النار من ذكرني يوما من ذكرني يوما وخافني في موقفه في موقفي ان السفق زيف مسير وان ذي ذا نجو مواوة هذه الحياة نسي جو مواوة الحياة النساء من تكمل 70 نغ 80 نغ 60 نغ ثاني قل ان سي ذا ريجو مواوة هذه الحياة النساء وهين ان ربي زراية نغ اهدى يا ربي تولي نغ حرام خفي نغ وي مين جيغ سي ذا ربي تولي ايجو مواوة هذه الحياة النساء ويجي ولا ذي الحاجة انا بيوفي مسير يدفنسي قال لي هذا النبي أسين سيدار بين النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من ذكرني يوما في حياته يوما وخافني في موقف يقبل جيش تقارس دي جمعة يقبل سيدار بالعالمين يخشع يسمح ويجيبوا المعصية أسيني سفغي وباش نلغي قام مولانا تبارك وتعالى ذي الحديث القدسي يقارن لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين من يختزيني مول ان جا قناش العباد ينو تحب يختنا الطاس وخاص نسموني غبو اثنين الامان ولا اثنين تقبع شي قال اثنين الامان اثنين الامان يعني الامن دي الدنيا الاخيرة الامان معنى الامان يتسوم مثل امان قوا واسيش قيشة هذا اشتغل الياب وحقا الياب وحقا يخفنس الملك النس واللي غا غياب وحدي الاخيرة ويقبين واسيش قيشة وهذا يس الامان نغلا ايو النغنيت يقبض انا من يعذو الحدود ان اشتدى ربين شو خاص نسموني يغبوثنا ينخبنا ذم هذي يقبض هذي يامن لا من امنني في من خافني في الدنيا امنته يوم القيامة ومن امنني في الدنيا اخفته في الاخرة الله تبارك وتعالى قاش واني غي سم مثل دمان دي الدنيا قواسي شقيشة واسي شقي العمل ورد العبادة ورد من يجي ورد من يتراح واني تسم مثل دمان دي الدنيا الاخيرة لابد ذي قد واني قدن دي لغ دي الدنيا واسنغ من زي غيك سيدال والله ما سنغ ماني غصوة يا ايث ما سنتا قاي انو غا كيخفنس قاي كيرا كيخفنس دي جارة ما غاي واخذ من ذا غيت رجل واني تتذيب بذي الدنيا اتنفع ذي الاخيرة اتفذ واي تقبض ذي الاخيرة خمي غاب بذني وذي لا اله الا الله اول انسلام خمي اقصر ذا ومن يغال اخوان الله يديكم
من يدى إني قضى عندي سيد ربي مش حار نهار غار إني وايت بذن الله تبارك وتعالى واسني يشقي الدينا ولا تنشقي المكتا ولا بالأخيرية أو أفجير خيب فسر أخزر من هاي تجميد سينا وسجي في النس إيجو هاي تشقوا هذه الدنيا برا الشريعة برا حلال برا حرام دي أرزق النس دي العمل النس إيجي دي الجوارح النس إيجي في النس من دي ما يندى السوق النس ما مكي خصوك دا ما مكي خصوك يوعن ما إينا ما نقض عني لغاني ثني جا إيني السم ثندا من دي الدنيا دروس ويه اتصل ايش تغير قائد الرعمان سقطات فوزن هذه الداب شحميك انت راه باقي فوزن سيد ربي العالمين واسي نرمي غفراح يسلم سي الدنيا قانا سي مزيغن يوضى يصدر خطي الدنيا يروح كيس على طول ما غوات كبت زجر انا شفق ضعف من ايها وش هذوني السوا ياي كايب ذا يتقنون نيوه قاوة سيشتي شاقا قاوة دياري الصباقا الدن شتغاف ريثاني غوية الدني قاوة اي الحلال ذا الحرام خلاص اي الزكاني قاوة شقي اي الحجني اي الصدقني غي الاستقامة اي الخوف من الله وهذا الشقي ولا ليش نزيم يخذي وصلت الى رب العالمين ما سنمني اي وني اي الطاس يعني دير تشمير نعم أنا ديش تنغني من تعنا والله هذا هو ما تنغي لهذه المصيبة يروقها يا سيد ربي يروقها سيد ربي ما يتواثر غثن وقاني غلا ويا واربينو غثن وقار غثن وقوضة زي سنا جي جي ألم الله يحفظ ورني الخوال وبنذم يقعد الدنيا يتول هفوها ويتوقع سيد ربي العالمين يمين دس يوقع يقصح ور الناس يقصح يدور ناس نقيم إذ ورد الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إقداور الناس وخاقص القرآن نغسي قذيف نغي نسل خيرا والو يقصح ورد المغا قيلوا حق الدنيا أمري إلو على طول يا قواذي في التوي نسوز غنت وخص نسيوي إرس نسي قضع شن يثبون الحال حتى وانت نضغى تلفزيون يتقوى يمسر من يتقوى خيرة عباد الله الخيا جودان سيد ربي العالمين المؤمنين ضد الصدق ضد ادياس تكوار عند التلفزيون يكسر من الاسلام عامين الدنيا النير اي اني غضيع الدنيا اي ناس يجن ولا تفتي مسر من هذا نغار 20 سنه غادفه ناس كذبت يا كذاب تخرق يا جهول بلد فنت سيادي الصالحين المؤمنين المخلصين اتعرف نضمنوا مره قاش كاري الرغبه داريت تذوبك يا جاهل يا جهول لا اله الا الله ايها المسلمون صح نوراهم صحيح انا ديش تنغني اترم غنغي الدين غاد اخر اترى عندي النفس نفس المظلمه معنى مظلمه اي ناس بنادم الايات نغلم العبر نغلم المواقف نغوالو ايش تنغني كتازي ساعه قبل ما في ذات شيء ايش تنغني كتا اتباع الهوى يا دفن في الهوان مين جاي وذات ايه الترغيب والترهيب مثل شيش ناس ينسخش جنديس الماكلة هذه ما يمي قبل يخسي تستيدي الدنيا وهي تغرس منيه جلس جن غير استقضي بن الشواف يعني يقضي بن الشواف ايش نموت بها ايش نف وايذي غدا فضي الجنف يا اقثر ذا ما يمي كيف كيف لا اله الا الله ام وعدسني مثلا غنشن الدنيا ما كيف كيف ما يعدسني مثلا غماني توغى نغضي الدنيا انش توعدسني مثلا غنشن الدنيا ايوا قاد الدنيا نهارا في مسارة ساخمين دا وعدسني مثلا وخات ولا مقعد تسعة مغا لان الاخيرة كتار الأخير هذا ستة ساعة كتاز قلت الدنيا وعرضوها سابر سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض عرض العرض ديروا نعم فنغم يقصح ورنيوذان صحيح ظلمت النفس تبع يوذان الهوى معليك السنن والله العظيم إلى معليك السنن معليك السنن في نادي ميلاقشة ما إكوريجن زين غواه هم يا يزنم في مغارين معليك السنن عقب غرب بالعالمين سبحانه وتعالى أنفرنا ريخ في النغخ مسريين انت ولد رعيب نغت عيب انت انتخان غيوذان ما تعيب انخك يوذان يجن السلوك قانا يشقى حرامي وذهب خسني يور عقب غاصي ربيت بعد نخسلوك نيس استغفارك والله العظيم الا ابن ماذا سيسمح سيدي ربي العالمين ما حد يدان ولي خصنا ذي الجمو احنا وانا ابن ادم يتول هفوها يقام اشماوها ما عيب ما تعيب الخسد يا شاور ايوا ما هذا المشكلة التمقرات لان النبي صلى الله عليه وسلم مش دان غيقا يقارن من خاف ادلج
ومن ادلج بلغ المنزلة. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. ملي انش وني يقدر وايتي وبغى في الدهن نسني غاو مشى نديز ذا يتكازي يبدا زيش هذي يو عمر يقدر وايتي وض يقول مين يقول يقول اخي استغريف فوش يقول يفيس يقول الترام يقول اخوانا يقول ويقول يقول 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 هو بدا يزيش اخويا احمد او الدير وقت مين يخسر يدي الحديث هو مين نقول نشاكي ومين نقول انا نقول انا مثا سيدي انا مثا معلا اخي الحالة يا ذي نجا نقول اخي نضيع ذو الفرصة هذا يتضجد هذا يتقضى ثمزي هذا وضي غذي بيت لما غضار الزيت خاروبش اتى في الوازي وضي يضبي بالواش نفعن وزما تزدد وزما تقيم وزما تويوات اش تصور غكي وداني يا زنت مغارين اني مقرا النعاس اطوضي دي ثدا فتحرد الدرب مي اطوضي تروح اكش من يقول من خاف ادلج ايه ومن ادلج بلغ المنزل واني غير راح ندير وقت ضيا مليح مي نعم من نقول الوقت كذلك يعني قال سلعة الله غالية يقال جن الصغرى ما غير مالا اني خصني في العاشر النهار ما نروح ومسرني لا في العاشر غرانت صبحانت نفعانت تقنت الجهد تقنت على مجور ما نروح ويش واش جين ما نروح نحمد وين تين عاشر ايش كنش مين نقص نقص الجنف يخني ماشي يسخن كي الجنف من زي ما غاتي ثناويني من زي ما تصيدني نضاخر الشاز يطافش التوي جنذني لا يا اخي وسلعة الله غالية سلعة الله هي الجنة يا المسلمون اتخزع ماذا نشكي وماذا ينغشن العالم انتي قدا يا اخي السوارني غلا نشكي وماذا ينغشن انتي قدا العالم نسمين تعنا العالم نسق تاصيد عبدي القرآن نعم مين تعنا اولا انش رخ مغيدا سيد عبد العالمين يتنهزورن يتنهزور الناس هي دان بعض يوداني توري غصن ده غنبو مي غي دانا مي غصوان جاي فسن سيدا بما كازن غاي ثمسا يخشى تخشى القلوب نعم يعاون تعماتي تمطون ستطون سمطون تعماتي تطون ودي ماني ما وها شنو غير اربعه يوداني ترون ترون مش ما يدير حار ترون ترون وراك يا امك كلتهم خمي تغنش ترونك شنو يقرا القران تا قاضي يفهم قاضي يفهم قا والو امر ان يجي الشيخ ان سواسيق الذين كفروا الى جهنم زمر ان الله ما يمثلني الله اي ما خصك تراحضني لا اله الا الله نعم مرع ما تي تطوين السمتون ولكن قم شمس إذا أمننا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إذا سيد ربي يقمي غيسوا جاي في السن سوشا عماتي تتون سمتون إعاود طاعة يقمي غيسا الطاعة عن سيد ربي العالمين اجتهد ديس اتسلحة زي الله تبارك وتعالى تنبع علامات بأن الإنسان قد ليس الخوف من سيد ربي العالمين نعم ممشي قال القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته خميغة خسن غير خميغة خسن غثيني العبر خميغة سرني الخطبة الموعظة أسرني الدرس التوجيه الترغيب ترهيب تذكير تحذير تنبيه تمسلين أخمي غس حسن مار هذا يخني يغمي يسن قور يسن هزاي يسن زورا نور بينا نعم من الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كذلك أيها المسلمون ونتفرنا نخف نصغى المعاص ما رأيت فرنا يخف نسخ من غير حسين أني وذا نهدا حرام الشغلة أي يا حرام استغفر الله العظيم الله لطيف حرام هذا يقصي مسري اوه ها تال علامة الخوف اقتدي بنادم يتفرين عليك في النس نعم ولا بد بنادم في زيار حر ولا بد الشيطان قي وجذ لا بد ان غيوي على المعاصي لا بد ان غجار مشى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يا المسلمون الكرام واني غايا في الشغل العلامة تذا ومني غيخ في النس اقب صحته ان شاء الله من المؤمنين من الصالحين من الصادقين اما ونوايو في انشاء اقايرا حذيرو خزدي في النس اقايرا حذي يندبخ يخ في النس اقايرا حذي تأسف هذي يحزن خزدي في النس ماذا لانه يورنس يخرى وهذا يستشواله ما يستهدى ذي رو وذي ندب
وني غادور اخواي اخواه اخراي اخراه الصحراء الصحراء واسي شقي شوايت نهزي قاع والو والله الا يستهدى ديرو خيق في الناس اني ذا ينهارا ماني جاي اني تبقى من صدار ماني جاي توفينتن نعم موجود شنو هالبقى وادي وادي اني تبقى من صدار نعم موجود ماني جاي اني غادة القلوب الخاشعة ماني جاي اني غادة الخشوع بور ماني جاي نعم موجود ولكن كلش زين غادي يستيق في النص ماني دايني غادي الخشوع كفوس ماني دايني ومترون في الطويل نص نتعماتي تسين الطور خمتي لان سيدة رب العالمين ماني جانينا نعم موجود يمكن تفذي وذاني هاي يزن تمغارين لاسن قلب ليس خشوع في الطويل نص نتعماتي تسين الطور نعم ماني جا اني غادي رعمان سن جينس الحساب النفس النفس ماني غاسوار عمارة ماني غايسوار قصر حسين وخمي غايسوار جاي في السن سيدة ربي وشاي قد خسايا ومش ليغة ممسارين شوا ماني بجانينا هذه هي سيدة ربي العالمين هذا نغي قابي ازاي سن ان شاء الله وقد نخنف سن سن نعم ولهذا ايها المسلمون ماني غزار وخمي غاخزاغ نشجو ذا النهارة وشي تفغ مين تفغ تفغ يوذان يخشين حقيق في السن اذقين ما يخسن دي الدين شي حقايا زايز تمغازي وشي نحقيق فنسن هاد شوق ندي الدين ما يخصني تزاد مرمي ما يخص نغلى ما يخص واحد حجي واحد حجي ما يخص اللي يسخرق يا بعد اللي يسخرق معليش اللي يسمح جايز ما زيد اللي هاوض هاروض سبحان الله شي نحقيق فني شكنيت ويجي وشي نحقا ما يستوي ذي كارتا لا كارتا ما يستوي ذي وشي نحقيق فني شتقيل ما يخصن اعوذ بالله ايه المعصية غامل ويو فيها بريد إذا فغين وبرين الفسوق الجحود النعمة سيدة ربي تبارك الله ما يخصني النعمة سيدة ربي ما يخص إذا دا الناس انت ويبقى ورا ديش موار ويتي الشورة ديش نحاجة ما لا إله إلا الله والمسلمون قتل الإنسان ما أكفره ما مش حي وعاب نذم مش حي قبح مش حي قصح يا لطيف يا لطيف ما عليك يسلمي في تراجع من ذاك حبقى لساب نعم الله تبارك وتعالى مش انغي قاخي اني وعان سمح اندي الدين جنمو مش اسي قايدة تليت عليهم آياته لا القرآن الآية القرآن مش قا ويل ويل لكل أفاك أثيم ويل القرآن العظيم يتجد لكل أفاك أثيم وما أكثر الإفاك لكن أذيب ما الإنسان يفشر حقيق من صدي هاوز الدين ما مكيق نارنجا هذا السيني الآية القرآن أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم يا المسلمون الكرام بالنسبة للخوف من الله تبارك وتعالى يخص المسلمون كلهم جميعا بدون استثناء رجال ونساء هذا سنتيري خشية الله تبارك وتعالى لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرن لو علمتم ما أعلم يا معليك تسنمين تسنغنش يعني معليك تاقبم خمين أقبغ خميخ ياقب انت لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تجأرون إلى الله ما معليك سنمغ مين سنغنش يرقى زحشم دروس مرة وها يرقى ثرو مطاس يرقى الشهوات نمقى ولا ومشقيت قلان تزنيق واطل يرقى شفهم غايب ريدن إذا قد فهم غايب ريذن ماني مات مرقم ذي بار رغت تروم تندم بالك بالك لعل لا تدرون تنجون أو لا تنجون إيقا واسا تنجمم ولا لا تغفر رب العالمين أذن غيار ذق الخوف إن شاء الله خوف الله وأن يجعلها من عباده الذين يخشونه بالغيب آمين أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله